السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. الفيديو اليوم كان من الزيارة السنوية التي تقام لسيدنا الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري بمنطقة القرية اللسك. دعواتكم وأهلا وسهلا بكم اليمن حضرموت الترين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا هو ربي إنا توسلنا بطه المشفع وأهل بيته وأصحابه ومن كان يتبع. ربي إنا توسلنا بطه المشفع وأهل بيته وأصحابه ومن كان يتبع. خص هذا لا يزورون حد ولا يكون شيء يسلبون بشر ويبيعون عمرهم. نوره بذا الكهف يصطع مخلص بعد يحب الألمانية صباح اليوم يحب الشنطة يطلع بعد ابن بشر الممنع من بني لوس أنصار النبي خير من باع الذي فارق أهله والمدينة لينفع لم يزل داعياً لله يعطي ويمنع لم يزل في سبيل لله للطهر يتبع كم له من مناقب خير تروى وترفع لم يزل في سبيل الله للطهر يتبع كم له من مناقب خير تروى وترفع شاهد المصطفى وامسى لما قال يسمع كم مغازي حضرها كم سرايا ومجمع شاهد المصطفى وامسى لما قال يسمع كم مغازي حضرها كم سرايا ومجمع كيف لا والعصا الليل بالنور تلمع طريق شباب لك وجهتي عجب يرضي عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الاستعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معندي بحق سر قاسم ميم يا الله عندتي يا عندتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجب يرضي عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الاستعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر قاسم ميم يا الله معاندي بحق سر قاسم ميم يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه Thank you.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. نعم، وقد صرح ابن حجر في الزواجر أن بغض الأنصار. ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسب. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسب. صلي على محمد وكل من للنبي يصحب. يا رب صلي على محمد وكل من للنبي يصحب. يا رب صلي على محمد واغفر وسامح من كان. وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدارها الجسمة، وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشان. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجود أكناف الوجود، وضرست برد العوالم لدراس التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم. الصلاة على الهادي الحبيب المشرف، لم يزال في سبيل سرايا ونجمة. الله لنا ما تضع ضاح. الله يا الله. والصلاة على الهادي الحبيب المشرف، ليس لك بهم يسر لنا كل مطمع فيها نبي رضا، واصلح لنا ما تضع ضاع. سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك.
المعاناه وفي القلوب وفي الارواح وفي اهالينا وفي قراباتنا وفي الاولاد وفي البنات وفتن الزمان وفتن اخر الزمان وبلايا اخر الزمان. نسال الله ان شاء الله في هذه الحضره المباركه وفي هذه الزياره العظيمه المنوره ان يبلغنا الامال سبحانه وتعالى وان يتجلى علينا باسمه الحفيظ ويحفظنا من جميع المعاصي والذنوب وجميع الاسلام والامراض الباطنه والظاهره. من المحبوبين عند النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عباد بن بشر البدري ما شاء الله، الاوسي الانصاري ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الحمد لله على هذه النعم العظيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجنا وحوائجكم ويعمل لساننا بالطاعة والعافية ويعمر قلوبنا بالمحبة ويعمر أرواحنا سبحانه وتعالى بالمعرفة ويعمر أسرارنا سبحانه وتعالى بالمشاهدة. يعبد الله عز وجل كأننا نراه، فإن لم نكن نراه نتحكم بحقائق اليقين. ويبسم للنساء والرجال وأهالينا وأهاليكم من هذا الخير العظيم، لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. تعظيم هذه السقيا والا فهو ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما انتم في حضرته وفي مكانه في هذه الساعه الشريفه المباركه التي يعرف قدرها يوم تقوم الساعة، لأن عند قيام الساعة تنكشف عن الناس حجب كثيرة وتذهب ستارات كثيرة تستر الحقيقة لمن معهم من آلهم وصحابتهم وأتباعهم من أممهم، كلهم تحت هذا ولهم على مراتب وعلى درجات، والأنبياء بجنبه ويلتفت إلى بعض أمته عليه الصلاة والسلام المخلصين منهم يقول امسك الناس. درجات المعية عظيمة، درجات المعية شريفة، عندما يسجد سجدته للرحمن في موقف الحوض العظيم في المقام المحمود بعضهم جنبه يسمعون حمده، فلو لم يكن من النعيم الأخروي إلا سماعهم ذاك الحمد الذي ما فتح به على أحد قبل وما عرفه ملك ولا غير الملائكة، قال يفتح علي بمحامد لا أعلمها الآن، ويناديه الرحمن ارفع وهو يسمع اللي جنبه يسمعون، يقول ارفع راسك قل يسمع لقولي وسل تعطى واشفع تشفع، إليك أن ترحم أهل زماننا من أمتي في شرق الأرض وغاربها رحمة ترد بها كيد الكافرين وكيد الفاسقين والظالمين، ولا تبلغهم مرادا فينا ولا في وادينا ولا في يمننا ولا في شامنا متحققا بحقائقها، وأنت راض عنه يا خير مجيب يا أكرم مستجيب، اجعلها ساعة عطاء وغفر لكل خطاء من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين تقابل المذنب منا بالغفران يا بالإحسان. صلاة على النبي. قدموا يا شباب قدموا قدموا. اسهل بيمنا Thank you.